السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هاد الكيكة بالتفاح وبالزبيب اللي كتجي خفيفة بزاف وكتجي رائعة ولدي اذا ما تشبعوش منها. فنتمنى ان شاء الله تتابعوا الفيديو حتى الاخير باش كتشوفوا المقادير ديالها وطريقة تحضير. واذا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة نتمنى ان شاء الله انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش كتوصلوا بكل جديد للقناة. فنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو في المكونات ديال الكيكة ديالنا 3 ديال الحبات ديال البيض. بالنسبة للكيك بيتو تخليوها يعني تخدموها كغير بالطراب ديال اليد او لا تديرو جميع المكونات اللي غادي نذكر معاكم في كاس ديال الخلاط. فانا غادي نضيف ليها 1 ياغورت طبيعي، ياغورت بدون سكر. وهنا غادي ناخدو العبار بداك الكاس ديال الياغورت. درت هنا كاس ديال السكر سنيدة، غنضيف باقي النص ديال الكاس، يعني كاس ونص ديال السكر سنيدة كما كتلاحظوا، يعني نص كاس. فانا جميع المكونات ديالنا غادي نعبروهم بهاد الكاس ديال الياغورت. وغادي ندير كاس ديال الزيت، وغادي ندير نص كاس ديال الحليب. صافي، كما قلت لكم بغيتو ديروا هاد المكونات كامل في الخلاط، في الكاس ديال الخلاط، وتخلطوهم اولا تطربوهم هكا غير بالطراب ديال اليد اللي بغيتو. فانا غادي نخلطها هكا غير بالطراب ديال اليد. غادي نخلط هاد المكونات مزيان. صافي، انا ملي خلطتهم غادي ناخد قشور ديال الحامضه وحده، ندير القشور ديالها ولا ديروا القشور ديال الليمون اللي بغيتوا. صافي، ودابا غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق يعني غادي نعبر بداك الكاس ديال الياغورت. غادي ندير الكاس الاول، غنضيف الكاس الثاني، نضيف الكاس الثالث، وغنخلط هاد المكونات مزيان. غندخلو فيها 3 ديال الكيسان، وفي الاخير غادي نضيفو الكاس الرابع. فانا كما كتلاحظوا يعني الخليط باقي جاري. غادي ندير هنا الكاس الرابع، وغادي نزيد عليهم 2 خمارات حمرين. غنخلط الخليط ديالي مزيان حتى كنحصلو على خليط اللي كيجي هكا متجانس، ما كيبقاوش فيه دوك التكتلات ديال الدقيق. صافي، هنا كما كتلاحظوا الخليط ما كيجيش جاري، كيكون شويه عقد. هنا خديت الزبيب، خديت غير شويه، المهم نتوما ديروا الكميه اللي بغيتو. فانا هاد الكميه اللي بقات عندي غديروا الكميه واحد حفنه هكا ديال الزبيب، ديروها هكا في الماء سخون هكا باش يرطب لكم داك الزبيب، ومن بعد ضيفوها للخليط ديالكم في الاخر. غنخلط هاد الخليط مزيان، وغادي ناخذ المول ديالي اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي ندير فيه الخليط ديالي ديال الكيك. وفي هاد الاثناء يعني راني شعلت الفران هكا باش يسخن. غندير الخليط ديالي كامل في المول، و
غادي ناخذ حبه واحده ديال التفاح اللي غادي نقشرها، نقيها مزيان ونحيد يعني نقيها من الداخل. غادي نبدا نقطعها شرائح يكونوا رقاق على هذا الشكل، وغادي ناخذهم نديرهم الكيك ديالي من الفوق. نحاول ندير ديك التفاحه كاملها، نحاول نستفهم على هذا الشكل كما كتلاحظوا. صافي هنا ملي درت ديك التفاحه كامله، غادي ناخذ واحد الفاني غادي نديرها من الفوق على داك التفاح، ولا تاخذوا غير شويه ديال السكر سنيدات ديروا معاه شويه ديال القرفه وترشوها كامل الفوق هكا باش يجينا داك التفاح ديالنا معسل. صافي دابا غادي ندخلها للفران، فهنايا تقدروا تاخذوا شويه ديال الزبيب وديروها كامل الفوق على داك التفاح. صافي غادي ندخلها للفران، غادي نخليها حتى كطيب وتحمر وغادي نخرجها. فتيكون هذا هو الشكل ديالها ملي خرجتها من الفران، كتجي طالعه ومحمره. غادي نقدمها في الطبق ديال التقديم، فتيجي هذا هو الشكل ديالها، كتجي محمره وطالعه والريحه اللي فيها زوينه بزاف ديال القشور ديال الحامض. فتيكون هذا هو الشكل ديالها. هنا غادي ناخذها ونقلبها، هذا هو الشكل ديالها كما كتلاحظوا. نتمنى ان شاء الله تجربوها. فهنايا في التزيين خديت هنا شويه ديال العسل، هنا العسل ديال الليمون، اولا ديروا نتوما الكونفيتور اللي متوفر عندكم، اولا ديروا الناباج، المهم شي حاجه تدهنوها كامل الفوق وتزينوها اللي متوفر عندكم، بغيتوا ديروا الكوك اولا رقائق ديال اللوز. فانا هنا خديت هاد الحبيبات ديال الشوكولات، فالشوكولات الفيرميسيل اللون ديالو ابيض، فانا غادي يبان لكم بحال الكوك لكن هو داك الشوكولات فيرميسيل. فتكون هذا هو الشكل النهائي ديالها، نتمنى ان شاء الله تجربوها. فكتجي خفيفه بزاف كما كتلاحظوا، والاهم انها سهله مقادير البساط كما لاحظتوا معايا في الفيديو. فهنا غادي نقطعها لكم تشوفوها كي كتجي من الداخل. هذا هو الشكل ديالها، كيبان داك التفاح من الداخل وداك الزبيب، والكيك ديالنا كتجي خفيفه بزاف. فنتمنى ان شاء الله ان الفيديو اللي شاركت معكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الكيكه حتى نتوما وتعجبكم. فما تنساوش الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايكات ديالكم، التعليق ديالكم، بارطاجيو الوصفه مع عائلتكم وحبابكم. واذا كنت اول مره كتزور القناه ديالي نتمنى ان شاء الله انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش كتوصلوا بكل جديد القناه. فنقول لكم السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله ووصفات جديده في امان الله.